الرقم القومي نتائج الأبحاث العلمية، ظهور نتيجة البحث العلمي 2020 للمرحلة الابتدائية والإعدادية بكود الطالب والاسم من خلال منصة udmodo.com. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفصيل، وربنا ينجح كل الطلاب في جميع المراحل إن شاء الله. ظهور نتيجة البحث العلمي 2020. أقرت وزارة التربية والتعليم هذا العام النظام الجديد لتقييم درجات الطلاب في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، حيث اضطرت الوزارة إلى إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة، وفرض حظر التجوال على المواطنين بشروط معينة لتقوم باستبدالها بنظام الأبحاث، حيث يقوم كل طالب بتجهيز البحث الخاص به وتقديمه للوزارة عبر رابط أدمودو ليتم تقييم هذا البحث وإعطاء الطالب الدرجات التي يستحقها بناء على هذا البحث. وكانت وزارة التربية والتعليم قد انتهت من استلام الأبحاث من الطلاب، ليأتي في وقتنا هذا الإعلان عن نتيجة البحث العلمي 2020 عبر منصة أدمودو التعليمية، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن النتائج سوف تعلن في المدارس قريبا بعد الانتهاء من تقييمها من قبل الوزارة. وشددت الوزارة في وقت سابق عن تشابه الأبحاث بين الطلاب، مضيفا أن من يقوم بشراء الأبحاث أو أخذها من زميله سوف يكون له أثر سلبي على الطالب ولن يتمكن من تخطي تلك المرحلة. طريقة الاستعلام عن نتيجة البحث العلمي 2020. يمكن لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية الآن الاستعلام عن نتيجة البحث العلمي 2020 بكل سهولة عن طريق الخطوات التالية: 1- الدخول عبر رابط منصة أدمودو التعليمية. 2- قم بتسجيل الدخول عبر كود الطالب الخاص بك. 3- سوف تظهر لك نتيجة البحث الذي قدمته إلى الوزارة بعبارة اجتياز أو عدم اجتياز في حالة رفض البحث الخاص بك. العديد من طلبات البحث في الفترة الماضية من طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية حول نتائج المشروعات البحثية، حيث انتهت جميع المراحل من تسليم المشروعات البحثية، وهو النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم على الطلاب بدلا من الامتحانات التقليدية حفاظا على أرواح الطلاب. وتستعد الوزارة حاليا للإعلان عن النتائج لكل الطلاب بعد إعلان وقف الدراسة نهائيا. قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ المشروعات البحثية وتقديمها عبر منصة أدمودو، وأعلنت اليوم عن نتائج المشروعات البحثية للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي. ينتظر كل طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية ظهور الأبحاث عبر رابط منصة أدمودو في الفترة القادمة، حيث انتهت الوزارة من رفع نتائج الأبحاث 2020. ويعد نظام تقديم الأبحاث هو النظام الجديد لوزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا. يتم الحصول على نتائج الأبحاث العلمية عن طريق الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ثم قم بكتابة الرقم القومي واختيار المرحلة الدراسية والسنة، ثم قم بالضغط على كلمة عرض وستظهر النتائج فورا. وبتمنى التوفيق والنجاح لكل طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وإلى الأمام إن شاء الله. وفي النهاية ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.